الوجود الآن في صحن الكعبة لأداء العمرة عن روح المرحوم محمد جميل شرقية رحمه الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وجازه بالحسنات إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا اللهم فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من ذنوبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله قبرة من حفر النيران. اللهم انقله من مراتع الدود وضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود في ظل ممدود وعرش ممدود يا غفور يا ودود. اللهم ارزقه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، جيرانا خيرا من جيرانه، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم وسع له في قبره مد بصره، اللهم أره مقعده من الجنة. اللهم اكن له من بعد الأحباب حبيبا، واجعل يا الله قبره نورا وطيبا. اللهم آمين، اللهم آمين.